دكتور محمود عمارة. احنا عندنا هنا في البرنامج هنعمل تقليد كل يوم كده، نحط لك افيه من افيهات السينما المصرية اللي احنا كلنا عارفينها، السينما الجميلة، السينما الجميلة والزمن الجميل. احنا النهاردة محضرين لك افيهين من افيهات السينما المصرية. نشوف الاولاني كده ونعلق عليه، تعلق عليه تعليق اقتصادي. اقتصادي اتفضل. هو في اقتصادي. طب كويس، يلا يا جماعه يلا. والساعه ب5 جنيه والحسابه بتحسب. احنا عندنا بقى ملايين الجنيهات ومليارات اهو. عندنا بقى دلوقتي مش الساعه ب5 جنيه. انا هفشلك في الكلام الجاي. المقاله دي مقاله كاتبها الدكتور عماره 25 مايو 2009، بيقول فيها، عشان هنا خلوا بالكم الساعه ب5 جنيه والحسابه بتحسب، مساحه كيلومتر واحد في قلب الصحراء المصرية يمكن أن تنتج كهرباء من الشمس تعادل 1.5 مليون برميل بترول. مظبوط، كيلومتر واحد ده يطلع لي كلام علمي محقق، كلام علمي. 1.5 مليون برميل بترول، يعني انت هنربح، هو كاتب 30 دولار في البرميل في 1.5 مليون يساوي كام؟ احسبيها بقى حضرتك. حضرتك كاتب هنا 4200 متر في 1.5 يديك الرقم ده 45 مليون دولار. كيلو متر مربع في الصحراء الغربية في أحسن منطقة للسطوع الشمسي بالمواصفات العالمية القياسية يديني 45 مليون دولار. الأهم من كده إيه بقى كمان؟ لا لا، حضرتك كيلو متر هيديني 45 مليون دولار كده طبعًا. إنتاج كهرباء؟ إنتاج كهرباء. وما تتقطعش من عندنا كهرباء أساسًا، دي نمرة واحد. عندي أوروبا بس ديها واحدة. اتفضلي. يعني دي هتتصدر الطاقه دي كمان، يعني احنا هنا ما تتقطعش من عندنا الكهرباء تمام خالص، ولا حد يشيل السكينه ولا الكلام الفارغ ولا الكلام ده، وبعدين نصدر لاوروبا. طبيعي. لو كان الكيلو متر بيجيب 45 مليون، امال احنا عندنا كام مليون كيلو؟ ايوه، ما هو كام مليون ملوش قيمه، ما ممكن واحد عنده حجاره وسايبها، واحد بياخد الحجاره يصنعها ويكسب منها فلوس، واحد ياخد الحجاره يعمل منها 4 مرات تصنيع يكسب 4 اضعاف وهكذا. الخلاصه ايه في القصه دي؟ إن البلد دي من أغنى بلاد الكرة الأرضية بالثروات الموجودة. لا حضرتك بتتكلم في أرقام خرافية، يعني إحنا فعلاً الطاقة الشمسية ممكن نوصل لمليارات. حضرتك السد العالي، أنا مش عارفة أحسبها، البحيرة السد هي مكتوبة كيلو المتر، كيلو بالظبط، كيلو متر مربع، كيلو متر مربع مش 5 جنيه، 45 مليون دولار. الكيلو متر مربع 45 مليون والحسابه بتحسب. لا ده احنا نايمين بقى، معلش احنا في احنا في راقدون تحت التراب، من اهل الكهف، من اهل الكهف، احنا بره الموضوع، بره التاريخ، الارض عندنا وما احنا عاوزين وريني والنبي الصحراء عندنا من فضلك يا استاذ وليد، عشان بس نشوف بلدنا دي. على فكره شايف المحكمه الدستوريه وجمالها؟ شايف المحكمه الدستوريه وجمالها؟ انا عندي صوره قبل وبعد. شفت؟ شوف هنجيب اتفضل يا فندم. الصور ده هي نفسها، شايف حضرتك الهرم ده اهو، بنسوقه بكام؟ الثروه خلينا في الشمس السهل. انا عندي صحراء انقى انواع الهواء، الهواء في البحر الاحمر، الهواء. حضرتك كاتب ثلاث حاجات، اتفضل. احنا بننتج من الهواء 350 ميجا وات، حاجه بسيطه، بس احنا اولى دول المنطقه كلها. احنا بدانا في الثمانينات، بدانا بدري. طيب انا اوروبا قصادي، المانيا بالذات وغيرها والنمسا وخلافه، اقدر اجيبه يستثمر معايا في الصحراء، ياخد 70%، مش هدفع ولا مليم.